حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. علي عبد المنعم، صديقة البطلة وتجدها شقيقة البطل، دائما حاضرة في أدوار تحمل الطيبة، كانت متميزة. إنها الفنانة علي عبد المنعم، فنانة من الزمن الجميل، وامتد نشاطها إلى فترة التسعينات. الفنانة علي عبد المنعم لم تكن فنانة متميزة في أدوارها البسيطة، بل كانت أيضا تحمل من المواهب العديد منها. أحبت الفن والتمثيل، فلم تبخل عليه بشيء، فحققت النجاح المعقول مع حياتها الخاصة، وقد كانت أيضا ناجحة. أعزائي المشاهدين، اليوم ومن خلال حلقتنا سأتحدث عن الفنانة علي عبد المنعم وتاريخها الفني وأيضا محطات من حياتها الشخصية، لذا تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. الفنانة علي عبد المنعم ولدت في حي الحلمية القديمة في 15 يناير 1929. عشقت التمثيل بدرجة لاحظها والدها فلم يعترض، بل شجعها على دخول الفن. ولكن بدايتها جاءت بعيدة عن التمثيل نوعا ما، فكانت بدايتها من معهد التربية الموسيقية، ثم عملت كمدرسة للموسيقى، والتحقت بعد ذلك بالتلفزيون في الستينات كمعدة للكثير من البرامج الموسيقية. ولكن طموحها الفني جعلها تقف أمام كاميرات السينما لتؤدي أدواراً ثانوية كأم وأخت وصديقة البطلة، بالشكل أقرب إلى التأثير منه إلى التهميش كدور مساعد. كانت البداية من خلال دور صغير في فيلم نوارة مع توفيق الدقن في بداية الستينة، وكان الدور التي قدمها بشكل أكبر هو دور أخت البطل التي تسانده وتدعمه في حبه، وذلك في فيلم الباب المفتوح مع فاتن حمامة وصالح سليم. وقدمت دوراً آخر أكثر أهمية، فكانت الخياطة التي يلجأ إليها الطبيب لكشف لغز البطلة، وذلك في فيلم الليلة الأخيرة مع محمود مرسي وفاتن حمامة. حصلتها ملامحها البسيطة في دور الأم، ولمعت في فترة قصيرة، وكثفت تواجدها الفني خلال فترة الستينات وحتى الثمانينات بما يقرب من 100 عمل سينمائي، وأيضاً أدوارها بالتلفزيون لا يمكن تجاهلها. ومن أشهر أعمالها تزوير في أوراق رسمية، سواق الأوتوبيس، حب لا يرى الشمس، هي والمستحيل، إحنا بتوع الأوتوبيس، اذكريني، الخيط الرفيع، ومعبودة الجماهير، غير الكثير من المسلسلات الإذاعية. الحياة الشخصية للفنانة الراحلة لم تتأثر إطلاقاً بعملها الفني، إذ تزوجت قبل دخولها عالم السينما، وتحديداً عام 1954 من خارج الوسط الفني من السيد نصر فريد، وأنجبت منهم 5 أبناء هم مونا، ماجدة، منار، ومحمد ومحمود. الفتيات يعملن في مجال التدريس وولدان يعيشان في الخارج. استمرت الفنانة عليا في تقديم أعمالها الفنية حتى وفاتها في 7 يناير 1994 عن 65 عاماً. عزيزي المشاهد، أي من الأعمال الفنية للفنانة الراحلة تذكرها وتحب أن تشاهدها؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.